هنا على ساحل المحيط الأطلسي وعلى مصب نهر أبي رقراق، هنا في مدينة صناعة النسيج، هنا في رباط المرابطين، هنا في مدينة الأدب والأسوار، هنا باب الرواح والوداية، هنا الفن الموحد، هنا العمارة، هنا الخط والنقش، هنا القلاع، هنا المنارة، هنا المآذن، هنا الصومعة، هنا الثقافة والمتاحف، هنا الخزف والحلي والمجوهرات، هنا السجاد والمخطوطات. عالمي يستضيف عالمي، ومونديالي يواجه مونديالي. أنس زنيتي في حراسة المرمى، عبد الإله مدكور، مروان هدهودي، إلياس حداد، أسامة سكحان. زنيتي يبدأ بشكل قوي على مرمى الرجاء، وكل الرجاء يريدونه. كرة عالية عرضية أمام المرمى، الكبار هم من يصنعون منصاتهم، الكبار هم من يكتبون التاريخ، والتاريخ بعد ذلك يقرأ. الذهب هي عملة التاريخ عبر الأزمان، والإيتي يتقدم بهدف مبكر في النهاية 29 للبطولات العربية. جدة تتحرك الآن، جدة تتحرك الآن، عاجل من الرباط، الاتحاد يتقدم، الاتي عن طريق كورنادو الصناعة، والكرة في المرمى تعلن عن تقدم العميد، عن تقدم الذهب، عن تقدم الاتحاد. الاتحاد هو اللي يبني منصاته، هو اللي يبني أمجاده. الذهب، الذهب، الذهب يتقدم عن طريق. وقد تكون ردة الفعل من الرجاء العالمي. كرة ملعوبة من محسن متولي، عرضية السلام، الله، يا لون الأمل، يا لون الألم، يا لون القلوب، الله يا رجاء الروح، الله يا رجاء التحدي، الله يا رجاء التاريخ، الله يا لها من عودة. كازابلانكا ترد على جدة بسرعة بسرعة، وبالراس وراس براس، ويا هي بداية، هذا نهائي، هذا نهائي. نعم، بين الرجاء والاتحاد ممكن أن يحدث كل ذلك. الله عليك يا لون الأمل. على باتجاه سفيان رحيمي، عمر هوساوي بيغلط أمام العيناوي القادم. سفيان رحيمي بعد المباراة تذكرته على طيران الاتحاد مباشرة على مدينة العين. محسن متولي للرجاء، يا سلام. كنا نتمنى حضور الجماهير، لكن محسن متولي مع أمطار المغرب عالية وعرضية، رومارينيو بيخلصها، ترجع الكرة مرة ثانية، شغل أي كلام من عمر عرجون، لا زالت أمام المرمى. النصر الكاسر، الرجاء المتحدي، الرجاء صاحب هذه الشخصية العظيمة، يتقدم بالهدف الثاني عن طريق بن حليب، بن حليب، بن حليب، حطها في المرمى محمود، وهو هداف الكونفدرالية، كيف لا يسجل في العربية؟ النصر الكاسر، ولون الأمل، ولون القلوب. الرجاء 2 الاتحاد 1. يا هي شخصية يا رجاء، يا هي كاريزما يا رجاء. لاستاد مولاي عبد الله كورنادو، عرض، السلام. كان ممكن
يمكن أن يرجع العميد إلى لا لا زالت ما خرجت الكرة، كرة في منتصف الملعب وتحديدا بقدم عمر عرجون، تخلصت. الاتحاد الآن يتحسن، الاتحاد الآن يهاجم الكرة. يا السلام يا السلام يا السلام، مطالبة اتحادية بركلة جزاء. ها هل راح يقول؟ شوف غالبا استدعاء الحكم راح يقول بلنتي، راح يقول ركلة جزاء. اشوف وشك، اشوف وشك. ركلة جزاء في مباراة ما تعرف الهدوء، زانيتي يتسبب بركلة جزاء، ورومارينيو هداف البطولة، هداف البطولة في مباراة التحدي. أهني التلامس حدث، وأعتقد القرار سليم رغم أن الكرة كانت رايحة باتجاه ورومارينيو رايحة باتجاه لا لا فيها فيها فيها. هل يعيد الاتحاد روما الوجه المشرق للاتحاد في آخر سنتين؟ روما السلام الشخصيات، الشخصية الاتحادية ترد وتعود بهدف ثاني عن طريق رومارينيو، هداف العرب وهداف البطولة رومارينيو. ركنها ركن، حطها حط، وداها وداها وداها، وأعلن عن عودة الاتحاد، واثنين اثنين في أجمل نهائي قبل لا تنتهي المباراة. هو النهائي الأجمل، النهائي الأقوى، النهائي الأروع. اثنين اثنين يا روما، اثنين. ارفع راسك يا حامد، ولا شاهدنا صخب. تخيل هذه المباراة بخمسين ألف، شو كان راح يكون؟ بن حليب، سفيان، رحيمي، رحيمي، يا السلام. كرة في مذكور بمشي أمامية لمحسن متولي، خطرة للرجاء أمام المرمى. شو تسوون؟ لا زالت قائمة أمام المرمى. السلام. كرة ملعوبة الآن عالية وعرضية على القائم الثاني، تتخلص ترجع مرة ثانية. عرجون، عرجون مشاها لسفيان رحيمي. سفيان يا السلام يا السلام، ما هذا يا رجال؟ الله، ورجعوا المتعة، ورجعوا الروح، ورجعوا التحدي، ورجعوا الأرقام، ورجعوا الأمل، ورجعوا يفعل ما يريد، ما يريد. الرجاء يفعل ما يريد. يا لمتعتكم وإبداعكم، يا لهذا الأداء، ما هذا الرجاء؟ هل حقا هذا الفريق فقد لاعبين؟ هل هذا الفريق يمر في أزمة؟ هل هذا الفريق في وضع غير صحي؟ هذا يلعب بهذا الأسلوب وهو في ليس في أفضل حالاته، كيف لو كان الرجاء؟ إنها روح الرجاء. كورنادو استلمها، كورنادو لازال لعبها، ولكن كرة إلى خارج الملعب، ومعها صافرة حكم المباراة السيد محمود البنا الذي أطلقها. أيكون ذلك الجنون الذي حضر في شوط المباراة الأول أم يهدأ الحال؟ ضربة البداية، تحياتي عامر عبد الله، هذه أغلب الناس يتابعونها الآن، سهرة في المغرب، سهرة في المملكة العربية السعودية، سهرة في الوطن العربي. كرة سفيان بيلعبها، الله، ليلة الوداع، ليلة البطولة، ليلة رحيمي، أوصلهم إلى النهاية بالنهائي. سفيان يودعهم في ليلة تاريخية، في ليلة رومانسية، في ليلة رجعية. سفيان
سفيان رحيمي يسجل الهدف الرابع في مرمى الاتحاد ويجعل الرجاء يقترب أكثر أكثر فأكثر. ما هذا الرجاء؟ أب 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 أب. ما هذا الرجاء؟ هذا فقد لاعبين، هذا باع لاعبين. يا كرة ملعوبة للرجاء الآن، يبحثون عن الخامس. ليلة تاريخية تاريخية تاريخية. أوه يا دفاع الاتحاد ومصطفى الشاذلي ورايو رضوان حجري. الرجاء بذكريات نجومه لكنها لم تنتهي، قد تعود الروح الاتحاديه في اي لحظه. عبد العزيز البيشي، البيشي لعبها امام المرمى. يا سلام يا سلام. اب 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 روح الاتحاد. هل نسينا أو تناسينا روح الاتحاد؟ روح الاتحاد ترد على الجميع بهداف البطولة رومارينيو، 4-3 في ليلة التاريخ الكبرى في أم الليالي، أم الليالي المونديالي. وين ما تبون احنا نلعب كرة ملعوبة. يا سلام للرجاء في مكان سليم. حفيظي امام المرمى، مطالبة بركلة جزاء. الفار عند مصري وسوداني، مصري وسوداني. الزول ولا سعادة البي هو اللي حاصل ايه؟ ايش هالليلة؟ والله شكلها فيها، شكلها فيها. يا ننتظر ونشوف، ننتظر ونشوف، ننتظر ونشوف. ليلة للتاريخ. الله ممكن يحسبها وممكن ما يحسبها، كل شيء الليلة متوقع، كل شيء الليلة متوقع. كرة تصل الآن لهنريكي الاتحاد. يا سلام يا إيغور، مشالي سعود عبد الحميد، سعود لعبد العزيز، عبد العزيز سعود، كرة الاتحاد. يا سلام، حدث الجنون بأكمله. عاجل عاجل عاجل، بلنتي للاتحاد، ركلة جزاء. ما الذي يحدث في هذه المباراة؟ ركلة جزاء للاتحاد ولمصلحة سعود عبد الحميد. يا مثبت العقل والدين يا رب، يا مثبت العقل والدين يا رب. روما يا روما، روما يتقدم. يا سلام، روح الاتحاد الكبير، روح الاتحاد المونديالي. هل يلعب محمد نور؟ هل نور موجود؟ الاتحاد يعود 4-4، 4-4. يا مدور الهين، ترى الكايد أحلى، ترى الكايد أحلى، ترى الصعب أحلى. الاتحاد التي لا تبرح الذاكرة أبدا. إيغور كورنادو، كرة أمام المرمى. كان ممكن فهد المولد لو انتهت المباراة عليه، لو انتهت المباراة عليه. كرة ملعوبة. يا سلام للرجاء أمام المرمى. الله، راحت على الجهة اليمنى، مذكور عالية عرضية للرجاء. الكرة لا زالت قائمة. عبد الإله المالكي بيخلص. تراجع الآن كبير للاعبي الاتحاد. رومارينيو، رومارينيو بيلعبها. يا سلام ذكية الكرة للاتحاد. العمود أمام المرمى، أمام المرمى. الكرة لفهد، الفهد بيلعبها. مهما كانت النتيجة، شكرا
للقطب المغربي الكبير الرجاء، شكرا للقطب السعودي الكبير. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، كانت أم القمم في أم الليالي في أبرز وأجمل نهائي عربي على مر التاريخ.